الرسول صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة أنه إذا خير بين أمرين حلال اختار أيسرهما. نكمل الحديث. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني من غير أمور الدين. يعني يا رسول الله توكل زيت ولا توكل خل الموجود، لكن تصلي الصبح لما تصليش ما بقولش والله على كيفي لا. فهذا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما من أمور الدنيا، أما من أمور الدين فهو حاكم وهو موحى له وهو لا ينطق عن الهوى. فأمور الله عز وجل ما كان ميسرا من الله أخذنا به، وما كان شديدا حتى من عند الله قال لك الأجر على قد المشقة سبحانه وتعالى.